ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. يبدو أن الشباب أقرب لأن يعود من أي وقت مضى. بالفعل، وبعد تجارب أجريت لثلاثة أعوام على الفئران والخلايا البشرية، باحثون يكتشفون جينات متحورة في مجموعة من المعمرين تساعد على تجديد شباب القلب. تلك الجينات يمكن أن تعيد عمر القلب إلى الوراء بأكثر من 10 أعوام بحسب الاختبارات على الفئران. والنقطة الأهم هي استجابة الفئران المسنة التي تعاني مشكلات في القلب بشكل إيجابي. الدراسة أجريت في أنابيب اختبار احتوت على خلايا قلب بشرية جمعت من كبار السن يعانون مشاكل قلبية حادة. ولعل الطب التجديدي من أبرز التطورات العلمية التي يشهدها العالم لمعالجة الشيخوخة وتجديد خلايا الجسم والأعضاء على سرحان. الطب التجديدي يعرف على أنه عملية استبدال أو تجديد الخلايا أو الأنسجة والأعضاء البشرية التالفة بسبب المرض أو العمر، كذلك الإصابة، لمحاولة استعادة وظائفها الطبيعية قبل تراجع كفاءتها بشكل مشابه للآليات التي تساعد الجسد على شفاء نفسه. الطب التجديدي هو مجال جديد نسبياً خرج للنور لأول مرة في التسعينيات، ويمكن أن يساعد على التحسن بدون أدوية أو حتى جراحة. أبحاث الطب التجديدي لا تزال جارية، لكن العلاج بالخلايا الجذعية أصبح شائعاً، وفيه يزرع العلماء خلايا جذعية في المختبر، خلايا مثل الموجودة في القلب أو الدم أو الأعصاب حسب الحالة، وتزرع لاحقاً للمريض. الطب التجديدي يمكن أن يساعد في علاج داء السكري من النوع الأول وإصلاح أنسجة القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان، كما يمكن أن يحسن من كفاءة جهاز المناعة. ينضم إلينا دكتور صفوق الشمري، جراح قلب ورئيس مركز الطب التجديدي في جامعة أوساكا. دكتور، نورتنا، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في صباح العربية. أهلا وسهلا، أنا لي الشرف أني أكون معكم، الله يحفظك. طيب دكتور، اكتشاف جين جديد مضاد للشيخوخة يعيد صحة القلب وشباب 10 سنوات إلى الوراء. أولا، ما هي هذه الجينات المضادة للشيخوخة، وما هو الطب التجديدي وكيف يستفيد منها؟ طبعا الحين الهوت توبك في العالم كله هو تقريبا اللونجفيتي، اللي هو إطالة العمر بإذن الله تعالى. وصارت الحين يعني الأبحاث أقدر أقول لك أنه خلال 10 سنوات الماضية تضاعفت 12 ضعف عما كانت عليه، خصوصا تركيزهم على هو أنتي إيجينج، واللي هو إطالة العمر. بدأت مسألة إطالة العمر لما يعني بشكل علمي لما اكتشفت اللي هو الخلايا الجذعية المحفزة حق اللي نسميها IPS. في 2007 كنا ناخذ خلية عادية بعمر 40 أو 50 على حسب عمر الشخص، ونبرمجها ونعيدها إلى عمر 4 أيام عشان نستخدمها في الخلايا الجذعية. فوقتها كثير من الناس وحتى الشركات كانوا يقولون طيب إذا أنتم تقدرون تبرمجونها من عمر 40 إلى 30 وترجعونها لعمر 4 أيام، هل تقدرون ترجعونها 10 سنوات أو 15 سنة؟ فبدأت الأبحاث من ذيك الأيام. نعم. وفي الأبحاث حاليا بدأت الحين، فصار الموضوع أكثر علميا، وصار الحين اللي هو إطالة العمر علم مستقل بذاته. طيب دكتور صفوق، كل شيء بالنظر حلو جميل ورنان، لكن بالعملي هون بتيجي القصة وتدخل التفاصيل. صدقت، هل تمت تجربة هذه التقنية على أشخاص أنت تعرفهم؟ هل أنت شخصياً يا دكتور جربت هذه التقنية مثلاً، وكيف كانت نتائجها؟ طبعاً هناك لازم نفرق بين حاجتين، تعريف وبنفس الوقت ما هو العمر. إذا كنا نتكلم على إطالة العمر، نتكلم يجب أن يطال العمر بإذن الله تعالى إلى عمر مثلاً 100 إلى 120 سنة، لكن في نفس الوقت يملك الشخص كل الأكتيفيتي الطبيعية، مو أنت تطول عمر الشخص إلى 120 أو 150 وفي الأخير هو على العناية المركزة. هذا الشيء. الشيء الثاني، لازم نفرق بين العمر العادي والعمر البيولوجي، عمر الخلايا.
إذا تكلمين على عمر الخلايا له مقاس معين، فعلا في ناس يكون عمره تقريبا 40-50، ولكن لما تقيس عمر الخلايا تلقاها في العشرينات، والعكس صحيح، في ناس عمرهم على الثلاثينات. هل استخدمت؟ نعم، في بروتوكولات معينة. هل أنا استخدمها؟ أكون صريح، أكون صريح، إيه أستخدم بروتوكولات معينة علشان نعم. طيب دكتور، بحسب ما أعلن تم إضافة هذا الجن أو هذا الجين إلى خلايا القلب لأصحاب أو لأشخاص يعانون من قصور القلب، تم تجديد عمل القلب وتجديد الأوعية الدموية، هل فعلا هذا ما حصل؟ تتجدد الأعضاء؟ نعم، طبعا هو الجين لاحظوا أنه الجين هذا موجود في الناس اللي يعيشون حياة طبيعية، طبعا مو نفس الجين، هو التحور في الجين. لاحظوا أنه الناس اللي يعيشون أعمار طويلة موجود هذا التحور، فقاموا بعمل هذا التحور على ناس لا يملكون هذا التحور، فالخلايا رجعت وطالت في العمر البيولوجي أو عمر الخلايا إلى 10 سنوات إلى الخلف. وهذه على فكرة هي التجربة الأولى. في مثلا طبعا يعتبر أعظم العلماء في هذا الموضوع سينكلير اللي هو من هارفرد، وهذا جربها على نفسه وعلى عائلته، يعني زوجة، أعطيك مثال، هي تبي مثال عملي، زوجة أخوه كانت أوريدي يعني منيبوز وكذا، فرجعها 10 سنوات ورجعت إلى حالتها. أبوه نفسه جربه على نفسه ورجع تقريبا أكثر من 10 سنوات إلى الخلف. ففي بعض التجارب بس لا زالت على نطاق ضيق. طيب اليوم دكتور سفوق في كتير تسميات كأنه عالم الخلايا الجذعية عالم واسع، مثلا بيقولوا لك الخلايا الجذعية المستخلصة من مشيمة الولادة الستام سيلز، هل هي مثلا نفس غرار الخلايا الجذعية التي ممكن نتحدث عنها لتجديد عمر الإنسان، ولا هو مجال واسع أصلا؟ الخلايا الجذعية مقسمة إلى عدة أقسام، منها الخلايا الجنينية، منها الخلايا الـ IPS المحفزة، من الخلايا اللي هو الميزينكايمال زي ما ذكرتي اللي هو الحبل السري والموجودة في الفات. طبعا كل واحد له صفاته، لكن أكثر ما تستخدم حاليا في التجميل، في التجميل إذا نتكلم تقريبا اللي هو الميزينكايمال اللي مأخوذة من الفات من الدهون، لكنه اللي تستخدم للبرمجة تستخدم الخلايا عادة المحفزة الـ IBS. شكرا جزيلا، نورتنا في الاستوديو دكتور سفوق الشمري جراح قلب ورئيس مركز الطب التجديدي في جامعة أوساكا، نورتنا دكتور. ألف شكر.